حلقة جديدة من برنامج بعد الظهر الموسم التالي. ضيفنا اليوم الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية أمين عام جبهة النضال الشعبي. دكتور، في معنا أسئلة من الناس جبناها عن طريق السوشيال ميديا. الأسئلة هاي واضحة، بدنا منك إجابات صريحة. هل أنت صريح؟ أنا أعتقد أنه من السياسيين اللي يتسموا بالصراحة. من 10 قديش أنت صريح؟ 11. أوف. نعم. في معك وسائل مساعدة في حال أنت مش حابب ينسأل السؤال. الآيباد اللي معك في أول جزء من الأسئلة تقدر تشوفه. يعني في استعانة بصديق مثلاً؟ لا، وسائل مساعدة. تحكي نكتة تضحكنا، تغني لنا. صوتي سيء ما بيصور الغناء. أو تكشف سر، أو تكشف سر عن حالك. 4 أصفار الباسورد. ليش لساك شو؟ زفر. ليش لسانك زفر؟ أول سؤال. إذا بتحبوا تسألوا أسئلة سخيفة بجاوبكم أسئلة سخيفة. بهاي أسئلة من الناس. انت شو بترد لا اذا حدا حكى لك ليش لسانك زفر؟ بجاوبك. حقك تجاوب زي ما حقك يسأل. بدك تجاوبك انت. انا عم بنصحك، بدك بجاوب. بقول انا مش لساني زفر، انا لساني صليط لاني صاحب حق. هذا هو جوابك. هذا هو جوابي. السؤال الثاني، هل انت ميسي فلسطين لانك لاعب اساسي كل الحكومات؟ والله شوف، المساله هي تمثيل سياسي بالدرجه الاساسيه، لكن عندما بيكون التمثيل السياسي له علاقه بالكفاءات المهنيه هذا بصير موضوع يعني أكثر ترجيحاً للمشاركة. هل بتشوف فلسطين بلد فيها كفاءات أو لا؟ فيها كفاءات بدون شك. ممتاز. ليش أنت وزير للمرة في عندك إشي مش موجود عند الناس بقى الشعب الفلسطيني؟ المشكلة مش أني أنا بشوف أن نفسي أفضل من الآخرين. تركيبة الحكومات يلي إلها طابع سياسي تفترض تشكيل من نوع ما وشراكة سياسية. وانت ما عندك مشكلة انك تشارك مرة مرتين وثلاث؟ ما في مشكلة. وانا حتى بالمرات الاخيرة كنت اعرض حدا من حزبي للمشاركة. مش بالضروري يعني انا اكون مشارك، لكن كان يكون في على الاقل ضغط، يكون في مطالبة اني انا اشارك شخصيا. اما انا بعتقد انه في كفاءات بحزبي هم ليسوا اقل من الوزراء الحاليين والوزراء السابقين. سؤال كثير تكرر صراحة هذا. كيف اصير وزير؟ شو لازم يكون معي مؤهلات غير التاريخ النضالي؟ طبعا السؤال بسخرية. بدي أقابل السخرية بسخرية. مش كل واحد بيستحق وزير. المسألة مش مسألة لقب. أنت بتشوف حالك تستحق بصراحة؟ أنا سيبك من تاريخ النضالي، خليه على جهة. أوكي. مهنيا أنا من الناس الكفاءات المهنية المتميزة. مش أنا بس اللي بحكم على. متميزة بإيش؟ متميزة. شوف، أي وزير بده يكون فيه عنده العناصر التالية: أولاً القيادة، وثانياً الإدارة والرؤية، الإدارة والتخطيط، وأيضاً المهنية والكفاءة. عشان ينعكس هذا في مسؤوليته هذا على المجتمع، على أداء الوزارة. ممتاز. هل وأداء بتشوف الوزارة ينعكس على المجتمع؟ يراجع أداء كل وزارة أنا تسلمتها ويشوف قديش الأثر كان الاجتماعي على الناس وقديش كان هذا الأثر إيجابي. فكرك الناس راضية عن أدائك هلأ كوزير تنمية اجتماعية؟ أولاً صعب تحظى بالرضا الكامل، ما في حدا يعني في رضا. بس أنا أعتقد أنه ما قمنا فيه خلال السنتين الماضيتين رغم الظروف الصعبة هو كان أداء، وأنا بتقديري هو أداء متميز. هذا الكلام هذا مش بالكلام، هذا بالأرقام. طيب إذن ليش الناس بتكرهك بالشارع؟ أنا لا أقبل فكرة أنه بتكره، وأنا متأسف أقول لك أنه هذا السؤال متحيز وغير مقبول بالنسبة لي، لأنه بالمقابل يلي بيحبوني وبيحترموني أكثر من اللي بتسميهم بيكرهوني. طيب بدنا نفرجيك فيديو. إحنا أخذنا عينة عشوائية 10 أشخاص بالشارع في رام الله. الإجابة بنعم أو لا. بتحب الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية؟ لا بصراحة والله ما بعرفه. لا والله أنا بعرفوش بهذا بالضبط الدكتور. نعم بعرفوش. أنا بقدرش أقول لك أو لا، وأنا مش عارف. ما بعرف لا أحبه أو لا، ما بقدر أجاوب. لا بعرفوش. بعرفوش صدقا. شو رأيك؟ شوف 60% من الإجابات 60% قالوا ما بعرف. ما بعرف. 30% حكوا ما بحبه، و10% حكوا بحبه. هاي النسبة أنت بتقبلها؟ شوف، هذه نسبة مقبولة بالمجتمع الفلسطيني، لأني بعرف أنا كيف اتجاهات الرأي العام الفلسطيني. بالنسبة لك هذا إيش إيجابي يعني؟ أنا ما عم بقيمه إيجابي ولا مش إيجابي، هذا موضوع تاني، بس هذا ليس معيار. 10 أشخاص مش معيار. روح خود عينة من 1200 شخص وبعدين قل لي هذا معيار ولا لا. ممكن النسبة تكون أكبر أو أقل. روح على فئات اجتماعية مختلفة. صدقا هاي العينة 10 أشخاص عشوائية،
وما لعبنا في المنتهج. لا لا أنا ما عم بقول لك، أنا ما عم بتهمك بعدم المهنية باختيار العينة، بس هذه لا تعكس مؤشرا ولا تعكس اتجاها. معلش بالإحصاء هيك بيقولوا. بس أنت شايف إنها إشي إيجابي ولا سلبي؟ طيب في سؤال كتير تكرر من الناس، ليش أسلوبك هجومي في حال كان حدا سألك سؤال ما بيعجبك؟ شوفوا مش هجومي، أنا مش بصراحة يعني أنا بطبعي مش لا هجومي. صليط اللسان. أنا صريح. صليط وصريح؟ صليط وصريح، لأني بعتقد حالي لما بيكون في قضية حق بدافع عنها، وأنا تعودت ما أسكت على لا الظلم ولا الاضطهاد ولا على انعدام العدالة. البعض اللي بتعود على النفاق بتعود على النفاق، وبيحب يسمع اللي بيحب يسمعه وبيحب يكذب عليه، هو حر. أنا مش متعود على هيك. تمام. سؤال ثمانية سألناه في مقابلة سابقة لك وعمل ضجة كتير كبيرة في المجتمع الفلسطيني، تحب نحكي عن الموضوع؟ كم صار راتبه عشان تعرف إذا في زيادة ولا لا؟ كم صار راتبك، في زيادة أو لا؟ لا زي ما هو 12,000 ما تغير. تمام كمل السؤال. السؤال بحكي لك انه انت حكيت انه راتبك 12,000 في نثرية مكتب وزير، مين بياخدها؟ ما في شيء اسمه نثرية مكتب وزير. فيش بدل بنزين، بدل بيت، بدل هذا؟ لا هذا بيتي ملكي، وانا اشتريته بقرض من البنك العربي. هاي البنك العربي سديت القرض اللي عليك؟ سديت القرض اللي علي مثلي مثل اي مواطن، وبيتي شقة عادية مثل ما انكم شايفينها، مش لا قصر ولا فيلا. لا بس الوزير فعليا بيطلع له مستحقات، بدل ما بدل بنزين بدل يا عمي هذه بنزين مش لإله، هذا بنزين لشغله مش لإله. بس الفكره انه الناس بتوضح لك انه 12,000 ما بدفع منها شيء. مش صحيح هالكلام. التزامات الوزير ب 12,000 شيكل لا تساوي شيء. راتب الوزير ببلادنا بيساوي راتب سكرتيره تنفيذيه بمنظمه اهليه. مستحقات جبهه النظام منظمه التحرير مين بياخذها؟ الجبهه بتاخذها مش انا. في عنا نظام مالي وإداري، أنت عم تحكي عن تنظيم عمره 54 سنة. كم فرد في الجبهة؟ الآلاف. ما عندكم مش رقم تقريبي؟ الآلاف، وعندما أقول الآلاف يعني بيتخطى هذا الأمر أكثر من 20,000. شو موقفك بعد ما فتح حلقة لك وما نزلت على قائمتهم في الانتخابات التشريعية؟ شوف أولا أنا ما كنتش نازل على قائمتهم. سمعنا أنك أنت زعلت أو حردت. الغلط مش فيه، الغلط بمن وثقت فيه وغدرني. هذا هو اللي أنا قصدي عنه. هذا هو جاوبتك. إحنا كنا عم نحكي عن قائمة ائتلافية، لكن عدم مشاركة الجبهة بقائمة ائتلافية مع فتح لا يعني خروج الجبهة من المشهد السياسي والمشاركة في الانتخابات. لدينا خيارات أخرى وسنعلن عن هذه الخيارات في أقرب فرصة ممكنة. أنت بتشوف أنه رح تصير انتخابات شخصيا؟ أنا شخصيا أتمنى أنه تصير الانتخابات وأسعى بكل قوة لأن تجري الانتخابات، لأنه هذا الخيار الوحيد أمامنا لإعادة تجديد بنانا السياسية ولإعادة دفع العملية الديمقراطية وإعادة وهج العملية الديمقراطية ببلادنا. لكن إذا لم نمكن من إجراء العملية الانتخابية في القدس، أنا بعتقد نرتكب خطأ استراتيجي كبير، أنه إذا اضطرينا لا سمح الله لتأجيل الانتخابات تحت أي ظرف من الظروف وأولها القدس، ليس أمامنا من خيار سوى الذهاب لتشكيل حكومة وحدة وطنية من أجل استمرار الزخم في المصالحة وإنهاء الانتخابات. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا فيك.